نسبيا اليوم كيفاش ريت الاعمال اون جينيرال، بعد هيك باش نحكيو بالعمل بالعمل. اليوم الاعمال الدراميه هما زوز اعمال دراميه وثلاثه سلسلات هزلي. باهي، اول حاجه نعاود نكرر اني محظوظ كي نكون في بلاتو مع سي عبد الجليل ومع سي ابراهيم، اللي احنا صغار تربينا عليهم والتو قاعدين نتربيو على كتاباتهم ولا على مقالاتهم النقديه وعلى قراءاتهم. اول حاجه سي عبد الجليل كنت نهز فيك للروضه كبرت مازلت صغير. اول حاجه لهنا سي عبد الجليل قدم نوع من الاشكاليات، قدم هو في حد ذاته يعرف دي كيستيون اوراتوار، اسئله استنكاريه، خاطر في حد ذاته يعرف عنده الاجوبه. هذه اليوم لي بروبليماتيك التي طرحت على واقع الدراما التونسية، وخاصة الدكليك اللي مش ناخذ مش نزيد نبني على كلام سي عبد الجليل ما بعد الثورة. اليوم ما بعد الثورة شفنا حالة من الانفلات وحالة من الفوضى، ولهنا نعمل تقاطع مع كلام سي عبد الجليل، وهذه حالة اعتباطية تمس جميع المجتمعات التي تمر بالثورات. راهو بعد الثورة حركات لأنه مفردة ثورة ربما نولوا قوسات عليها، ثورة فيها برشا أشياء جميلة ولا غيره. دونك الحركات هذه الاجتماعية اللي صارت في تونس بعيدة 2011، تم هناك نوع من الانفلات المؤسساتي، انفلات على مستوى مؤسسات الدولة، مؤسسات الوزارات، حتى الإعلام في حد ذاته، الدراما في حد ذاته، ودخلنا في لخبطة كبيرة. المؤسف أنه تم حصر الواقع التونسي فيما يسمى الثلاثي أو المثلث اللي نحكيه فيه، هو العنف والجنس والمخدرات. على مر 11 عام اللي قاعدين نشوفه فيه في الدراما التونسية ما يسوق لنا فقط المسائل التي طرحت والإشكاليات والظواهر الاجتماعية، عنف، جريمة بما علاقة بالجنس ومخدرات. هل يمكن اختزال الواقع التونسي فقط الثلاثية هذه؟ دونك هذا بعدك نكمل نجاوب عليه في قراءتي او في طرحي الاول السوسيولوجي الاعمال الدراميه. انا اليوم بتفاعل معاك معاذ، معناتها اليوم من 2011 لتوا كلهم هذم مواضيع ثلاثه، فما مسلسلات، فما مسلسلات يعني اليوم الداسة الدهماء بالضبط سي عبد الجليل، الداسة الدهماء هذا مش 100% سواد الاعظم مي بنسب مرتفعه كبيره. اذا تو مانيش نعمل قاعدين نعمل في تيود دو كاشيت بالحاله بالحاله، مي قاعد نحكي اون جينيرال. اذا تشوفها بحذا سي عبد الجليل وبحذا سي ابراهيم تو يحكي لك ان في اغلب الاعمال اليوم تبي سامحني قد نعملوا احنا في من عمل في السيزون، في عندنا في رمضان نعملوا في زوز في ثلاث اعمال ماكس، اسنا عندنا زوز اعمال، زوز اعمال على مستوى الفلوجه وجبل الاحمر. به البعض يتقلق بلي نحب نحط الامور في نصاب الاول يا سهيل، البعض يتقلق يقول لك بلي السوسيولوج شنو مدخل، وهذا يا سي ابراهيم ومش نعقب على رمش نكون تعرفني صريح سواء على شبكه التواصل الاجتماعي ولا على الانستغرام ولا على الفيسبوك، كما الحضور الكرام كلمتي نقولها مانيش جاي باش نبيض حاجه ما نبيضش، واضح كلام ممكن يقلق. راني سوي ان اكسبير سوسيولوج، ممكن من قله مختصون في علم الاجتماع اللي في تونس اللي خذيت الانيسياتيف ودخلت اكثر الشان الثقافي والشان الدرامي وليت نعطي في المقاربات نتاعي، وهذا بحكم الاختصاص نتاعي الكاسكيت سيانتيفيك نتاعي المقاربه عملها السوسيولوجي او ما يسمى علم الاجتماع الثقافه. به الدراما هو عنصر من عناصر الثقافه اخويا والمجتمع. إميل دوركيم يعرف المجتمع هو تلك التركيبة بالثقافة والعادات والتقاليد والفن والإعلام وكل، وهل هل المجموع كامل يعطيني سوسيتي المجتمع نتاعي. دونك جو سوي بار اوبليغاسيون ساتحدث الأعمال الدرامية في علاقتها بالواقع التونسي. جوستومون بالله سامحني الواقع التونسي شكون باش يتحدث عليه مع كامل احتراماتي. أنا تحليلي أو تفسيري لمحتوى ولمضمون الأعمال في مقاربة سوسيولوجية سي عبد الجليل للظواهر الاجتماعية التي طرحت. ماهيش مقاربة إبداعية ولا مقاربة. ما نجمش أنا نحكي في الصورة في حضور أو في غياب سي إبراهيم، ما نجمش نحكي أنا على الرسم الثقافي عموما أو مشهد ثقافي في حضور سي عبد الجليل عاش من عرف قدر. أنا عندي الترام متاعي، عندي اللاكس متاعي، عندي اللونجل متاعي، نعمل فيزيون متاعي، نعطي مقاربة. لهنا سي سهيل سامحني مسلسل تاريخي أكيد استقل هنا الأبخوش متاع المقاربات متاع جميع المؤرخين باش يعطيو نظرتهم في العمل. مسلسل يتحدث عن العلوم الصحيحة وغير مستقل زاد كيف كيف أهل الذكر ما فيها بيس. اليوم للأسف قبول النقد أو الرأي الآخر ما هيش موجودة في تونس. سيدي ماك عملت عمل انت كمخرج انتهى معاش نتاعك تو انتهى سيئ عاش نتاعك تو، ما انتهى دول من بلاتو لبلاتو تقوله عبد الجليل قال لي ابراهيم قال لي معاذ انت عملت خدمة وخرت لي خلي اهل الذكر. جيش نختم خد باش نجمش نكمل في حضور هذا باش نخدم نقطة صغيرة ويعرف سي عبد الجليل ويعرف سي ابراهيم انه كل عمل في الدول المتقدمه نحكي على هوليود نحكي حتى في مصر اللي بحثنا اللي فاتتنا باشواط واشواط كبيره فاتتنا من قبل راهو لافون بروميير ما يجيش فيه راهو كان الصحف المختص في شان الثقافه ما يجيش كان سي عبد الجليل وما يجيش كان سي ابراهيم اللي هو يجيو حتى لي زكسبير يجي السوسيولوج. انا اليوم في تقاطع صغير على جبل الاحمر قبل ما تعمل مسلسل على كارتيه بوبيلير على حومه شعبيه
إيجا أخوي شوف الدراسات السوسيولوجية اللي قامت على الحي الشعبي باش تفهم لميكانيزم أو ميكانيزمات العلاقات أو الاجتماعية وظروف وجود هات نوعية من الأحياء وفترة التعاضد وتسترى والشون لكسيك اتوليزي في الكارتيه اللي نحكيه عليه. رأو ثم فرق في الشون لكسيك ما بين حي التضامن ما بين جبل الأحمر برشا زد ثم رأو لي فاريابل ما همش كيف كيف. والدليل على كلامي إنه أبناء جبل الأحمر خرجوا قال لك هذا العمل لا يمت لنا بأي سيلة. واضح به بش أحكيه أكثر تفاصيل على جبل الأحمر وعلى ردود الأفعال على